ما قلتوليش عرفتوا طريق منين يا بهوات؟ اللي يسأل ما يطش. واضح ان اللي عايزينه عندك. اللي هو ايه؟ الحقيقة. حقيقة اللي حصل لابويا وعمي ما كنت سايق بيهم. من غير لف ودوران، في سر انت ما قلتوش. يعني انتوا محدش بعيدكم ورايا عشان يوقعني في الكلام؟ حد زي مين؟ يا ابوي السؤال ده لوحده توقيع في الكلام. طب انا هقول لك يا ملاه. في حد عارف ان عندك السر. بس صدقني انا ما اعرفوش. اصل الحكايه معقده. ماشي ماشي حلو. يبقى نبتدي من الاول. ليله الحادثه. ما تحكي يا ابني. النيابه مفرغه كاميرات المراقبه وكلنا شفناها. عادي اتجننت انت ولا ايه؟ انت يا استاذ امين؟ يا امين بيه؟ يا امين باشا؟ في ايه يا خطيب؟ في ايه؟ دي طريقه تقتحم بيها مكتبي وشركتي بتحرجني قدام الموظفين بتوعي. عيب، على الاقل احترم اخوك الكبير. الكبير مش بالكلام يا امين، الكبير بعمايله. واللي انت عملته ده لا له دعوه لا بالاخوه ولا بالاصول، ده اسمه غدر وخيانه. يا بيت ليه ده يا فطيم؟ اقعد استريح، اقعد. عاوزين نتكلم مع بعض كده بهدوء واسلوب متحضر. ايه يا سيدي؟ انا متخلف واهمك مش متحضر زي حضرتك. بس عمري ما اضرب اخويا من ضهره واروح من وراه اتفق مع ناس ينزلوا قصاده المزاد عشان يشعللوا البيعه ويخسرها. ما حصلش. افهم، نصيحه مني ليك، ما تديش ودنك لابنك ومراتك. عيب. مراتي وابني بره الموضوع يا امين. وشريفه مراتي ما هيش شريفه مراتك اللي بتخطط لك وتحرضك. مؤامره التوكيل الامريكاني اللي اتضرب وخدته بيه شركه اس ام كوربريشن بتاعتي. يعني انت فاكر ان انا خدت منك التوكيل فبتردها لي في المزاد بقى؟ ما حصلش يا اخي، قلت لك ما حصلش. ده الكلام اللي قالته شريفه هانم مراتك لعم جابر في التليفون. وهي هتجيبه من دماغها يعني؟ بلاش عرفني. خلاص احنا فيها. تنزل معايا دلوقتي ونواجههم. شريفه ويسريه وعمك جابر. ونشوف من فينا المحقوق قدامهم كلهم. هتيجي ولا تهرب برضه من المواجهه زي عادتك؟ ما انت ما تعودتش على شغل الدغري. انا ما بهربش من المواجهه. يا امل خلي السواق يجهز العربيه دلوقتي حالا. تركب معايا عربيتي ولا تستنزل الهانم الاول؟ يا شريف انت، احنا في الطريق اهو. لو وصلت بدري خش عند عم جابر واستنيني. يلا سلام. ما تقدرش تتحرك مترين غير لما تستأذن الهانم، مش كده؟ وبعدين بقى هي الحقيقة دايما بتوجع. بص انا مش ناقص حرق الدم ومش هكمل معاك في الطريق. اقف يا عم، نزلني هنا. ما توقفش يا بلال. في ايه؟ اقف يا عم. انت الطريق يا عم، سيب ايدي ما تكلمنيش. يا عم انت بتستهزئ بالله يا جماعه، مش كده؟ اقف يا عم. ما توقفش يا ابني. يا عم اقف بقول لك. الله، في ايه بس يا فطيم؟ في ايه؟ اسف يا ابني. عندك أقوال تانية يا بلال؟ لا يا فندم، ما عنديش. اتفضل امضي على أقوالك. تسيب الشغل عند عيلة أمين دي؟ ما تخافش، أنا عوضك بوظيفة أحسن بس أبعد شوية، في اسكندرية. اسكندرية؟ طب مراتي وعيالي؟ هتاخد معاك مراتك وعيالك. والمرتب مش بطال. ده غير العمولة. اعتبرها مكافأة إن أنت مش هتجيب سيرة من الفرامل كانت سايبة ليلة الحادثة. ليه طلبت مني أخبي رؤوف بيه؟ عشان مش عايزين شوشرة قلب رؤوف بيه. إحنا لسه ميت لنا اتنين من كبارات العيلة. مش عايزين بقى نفتح على نفسنا فواتيح وسين وجيم ومباحث وقلق. بس الفرامل لو كانت سليمة كان زمانهم عايشين. محدش بيعيش يوم زيادة عن اللي مكتوب له يا بلال. أنت مش مؤمن ولا إيه؟ هتكفر يا جدع. طب وده ما يعمليش مشاكل؟ ما تخافش، المهم ما تجيبش سيرة المخلوق عن اللي بيني وبينك عشان مصلحتك ومصلحة عيالك. الله يرحمك يا أمين بيه، أنت وفاطين بيه. ادعي لهم بالرحمة وقول يا رب. اشرب الإكسبريسو، اشرب.